بلونكو بيك معاد خديتي البلونكو خايا. لا واش خديتي البلونكو مزيان؟ إذن عدنا من جديد متتبعي قناة شوتي من خلال هذا المباشر، وحنا الآن تتواجدوا بلدية أيتورير بإقليم الحوز بالضبط بالحي العسكري اللي يعني اللي ظهر بأنه الأسرة تتكون من جوج ديال العائلات كما سبق وذكرت من خلال هذا المباشر. آخر بأنه نحن الحي الآن في الحي الإداري ببلدية أيتورير التابعة لإقليم الحوز اللي ما بعيدش بزاف بعد الكيلومترات عن مدينة مراكش، اللي ظهرت هنا أسرة واحدة تتكون جوج ديال العائلات اللي هي الأم مع الإبنة، يعني العائلة الأولى اللي هي الأم مع الإبنة والعائلة الثانية اللي هي الأم مع خمسة ديال الأبناء. على العموم حسب المعلومات اللي توصلنا بها واللي توصلت بها قناة شوف تي في بأنه الأم يعني اللي تتكون العائلة الأولى مع الإبنة ديالها اللي جات من مدينة مراكش وتتشتغل كممرضة مدينة مراكش اللي كانت في بؤرة ديال سيدي يوسف بن علي، يعني تسببات في نقل هذا الفيروس فيروس كورونا لهذا الحي العسكري، وبالتالي تصاب الأم مع الإبنة ديالها بالإضافة اللي تتكون أسرة تتكون عائلة واحدة بالإضافة إلى الأم مع خمسة الأبناء. الحسن حظ أنه من أصل سبعة اللي تكونوا أسرة واحدة واللي فيهم جوج ديال العائلات أنه جوج ديال الأبناء يعني خرجوا يعني بوزيتيف، يعني بعد إجراء التحاليل المخبرية السلبية تأكدت بأنه جوج ديال الأبناء تشكلوا العائلة الثانية تضم الأم وخمسة ديال الأبناء أنه الخلو ديالهم من هذا الفيروس. على العموم هذا هو الحي الإداري اللي يعني كثر الحديث بزاف عليه بخصوص أنه تحول بؤرة، هو ما تحوش بؤرة فهذا يعني كما سبق وذكرت، بل هو فقط أسرة اللي تتكون جوج ديال العائلات اللي تضم العائلة الأولى تضم الأم مع الإبنة ديالها بالإضافة إلى العائلة الثانية اللي تضم الأم مع الخمسة ديال الأبناء اللي طلعت التحاليل بأنهم سلبية بخصوص جوج ديال الأبناء. فيما يخص بلدية أيتورير اللي أكدت إصابة ديال 16 حالة بفيروس كورونا، 8 في أزنتو 3 في أوكرد هنا بهذا الحي الإداري اللي تم يعني الإخضاع 45 منزل كما تشوفوا من خلال المباشر 45 منزل رهن الحجر الصحي، يعني إخضاعهم للحجر الصحي إلى حين تأكد من خلوهم من الإصابة ديال الفيروس كورونا. 35 حالة كانت مخالطة، يعني مجهودات قامت بها يعني السلطات الإقليمية على رأسهم عامل عملة إقليم الحوز عمر بن الشيخي بالإضافة إلى باشا بشوية أيتورير والقائد الملحقة الإدارية الجنوبية وخليفة القائد بالإضافة إلى أعوان السلطة والقوات المساعدة والرجال الدرك وكذلك الأطر الطبية التابعة للمندوبية ديال وزارة الصحة بإقليم الحوز اللي قاموا بواحد المجهود كبير باش أنهم يعني إجراء التحاليل اللازمة لهذه الأسر اللي مشكلة هنايا اللي يعني في المنزل ديالهم باش يتأكدوا من الخلو ديالهم، وكذلك أنهم إخضاعهم الحجر الصحي في انتظار أنه التأكد بصفة نهائية من الخلو ديالهم من فيروس كورونا. إذا هذا ما يخص وما يهم الحي الإداري هنا ببلدية أيتورير، أسرة اللي تتشكل جوج ديال العائلات الأم بالإضافة للإبنة، الأم اللي كانت تشتغل ممرضة بمدينة مراكش اللي كانت بالبؤرة ديال سيدي يوسف بن علي اللي كانت سبب في نقل فيروس كورونا هنا بالحي الإداري ببلدية أيتورير، وبالإضافة أنه تسببت في نقل يعني هذا الفيروس إلى العائلة الأخرى اللي تتكون أسرة نفس الأسرة اللي هي أم وخمسة الأبناء، يعني تم تأكيدهم بأنهم مصابين بهذا الفيروس فيروس كورونا. لحسن الحظ أنه جوج ديال الأبناء اللي تم يعني التأكد من أنهم خلوهم بعد إجراء لهم التحاليل المخبرية السلبية بخصوص يعني بعد الاختلاط، يعني كان واحد الاختلاط 35 يعني شخص كان مختلط اللي هما الآن في الحجر الصحي كما سبقنا وذكرنا متتبعينا من خلال هذا المباشر. يعني الشائعات المجتمع المدني اللي استنكر بشكل كبير أنه هذا الحي الإداري اللي
اللي تطرج اخبار زائفه حول انه تحول الى بؤره ديال 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 فيروس كورونا، هو بالعكس انه فقط جوج ديال العائلات، يعني جوج ديال العائلات من اسره واحده اللي كانت مصابين بالفيروس، ومن اجل سلامه يعني الحي وسلامه المواطنين وسلامه القاطنين تم تطويق الحي بكامله يضم 45 منزل، تم تطويقه بالكامل واخضاعهم يعني للحجر الصحي واجراء لهم التحاليل في انتظار تاكد من خلوه من الاصابه ديال فيروس كورونا. مجهودات كبيره تقوم بها السلطات على راسهم عامل عماله اقليم الحوز عمر بن الشيخي، بالاضافه الى باشا بشويه ايتورير والقائد الملحقه الاداريه واعوان السلطه وكذلك القوات المساعده ورجال الدرك والاطر الصحيه التابعه لاقليم الحوز. مجهودات كبيره تقوم بها باش انه هاد يعني الحي يرجع للحياه الطبيعيه ديالو بعد ما كان اقليم كما سبقنا اقليم الحوز يعني سجل صفر حاله بمصابه بفيروس كورونا، وبالتالي الحاله الوافده اللي كانت جات هنا الايتوريد يعني البلديه الايتوريد شكلت سببات في انتشار الفيروس على مستوى اسره واحده تضم جوج ديال العائلات. اذا على العموم شكرا لكم متابعينا، نتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه، تحياتي لكم من قلب بلديه الايتوريد التابعه لاقليم الحوز، تحياتي لكم. هذا اخر مستجدات ما يخص اصابه ديال الاشخاص بعائله اسره تشكل جوج ديال العائلات فيروس كورونا هنا بلديه الايتوريد.